أهلين وسهلين بالجميع. اليوم راح نعمل قصة رايدن شونغ الجزء الأول زائد وورد كويست طريت أعملها مشان أقدر أكمل قصة رايدن شونغ. وبس ما بديش أطول عليكم المقدمة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعل الجرس التنبيه، حطوا لايك وانشروا المقطع، استمتعوا بالمقطع. هي قصة رايدن شونغ. خلينا نبلشها، نعمل نافيجيت ونروح للمكان 6600 متر في النزومة. فخلينا نبلشها هون. وصلنا للمكان، هيك بلشنا قصة رايدن شونغ. فخلينا 700 متر، لا 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 مو هيك، خلينا نعمل تليبورت للمكان. هيك وصلنا للمكان، وين لازم نروح نحكي؟ اوكي، لازم الاقي المرة اللي عندها شعر بنفسجي. بنفسجي؟ لا هاي هي. هيك خلصنا حكي معاها، فلازم نروح 900 متر لهون. اسهل شي بنعمل نافيجيت لهون مشان نلاقي المكان او نوصل للمكان. وصلنا، حلو. اوكي لازم ندخل لعند رايدن شونغ. اهلا، اوكي ودتنا لهذا المكان. عاوزة ايه؟ هيك خلصنا، فلازم نروح 210 متر. اسهل شي بنعمل تلبورت لهون ونتمشى لمكان بيكون اقل شي 70 متر. حلو، وصلنا للمكان. اوكي ما بقدر اكمل قصة رايدن شونغ لسبب انه لازم اخلص مهمة وورد كويست هاي الاخيرة اللي اسمها ريمايني. ارين اسم هون، خلينا نعملها لكان. خلينا نحكي مع هاد. خلينا نروح للمكان 50 متر. هيك خلصنا، فلازم الاقي اشياء. هون مكتوب انه لازم اروح لمدينة واخذ 4 صور، فهن قصدهم على هاي المدينة. خلينا نروح لها ولازم ادور على ال4 صور. اول مكان راح نروح له راح نلاقيه هون تقريبا، فخلينا نروح لهون مشان نلاقي اول مكان. طبعا هاي الصورة اللي بتلاقوها هون موجودة هون، لما تاخدوها بتجيلكم الكويست عندكم هون. لو ما اخدتوها ما رح تجيلكم هون، فلو اخدتوها رح تجيلكم وبتقدروا تبلشوها، فبتعملوا الاشياء اللي انا عملتها قبل. هاي اول نقطة، فخلينا نروح نلاقي ال4 اماكن الثانية اللي لازم نلاقيها. هيك وراح اخذ الكاميرا، حلو، وصور. هيك اخذنا اول صورة، حلو. فلازمنا نصور الجبل من اماكن مختلفة على ما اظن. واول مكان هو هون بالضبط، يعني جنب المكان اللي اخذته منه الخريطة. فخلينا نكمل. ولو بدكم مساعدة بتدخل للحقيبة وبتنزلوا، شوف هون بيفرجوكوا اول صورة كيف، ثاني صورة كيف بدهم اياها، والثالثة كيف، والرابعة كيف، مشان تعرفوا يعني اي صور لازم تصوروا. فخلينا نكمل الصورة الثانية. المكان الثاني اللي لازم نروح له، خلينا نعمل تلبورت لهون وخلينا نتمشى من هاي الجهة. المكان الثاني من هون، بدنا صورة من هاي الجزيرة. راح نطلع الكاميرا، لا لازم نلاقي المكان الصح، هيك بنقدر ناخد الصورة. هيك خلصنا المكان الثاني، فلازم نروح للمكان الثالث. وطبعا المكان الثاني هون ولازم تصور هاي الجهة، فخلينا نروح للمكان الثالث. المكان الثالث يا سيدي بدنا نروح لعند الباخرة. هيك وصلنا للمكان، بعمل له روتيد هيك وخلينا نجي لهون نوقف. وبدنا المكان هون بالضبط وين انا واقف، ولازم نصور الباخرة. فباخذ الكاميرا هيك وبصور. هيك خلصنا من المكان الثالث، خلينا نروح للمكان الرابع. المكان الرابع راح يكون هون تقريبا، بدهم صورة هون، فخلينا نروح لهذا المكان.
الصورة هيك صح؟ يا رب تكون هيك، لأنه بدهم هذا الشي يبان في الصورة وهذا كمان يبان في الصورة. خليني أعمل هيك وأحاول أصور. هيك حلو، هيك خلصنا. فلازم نروح نحكي معه مرة ثانية. فخلينا نروح نكمل المهمة، لازم نجي نحكي معه هون. هيك وصلنا له، هيك خلصنا المهمة. هلا بنكمل قصة رادن شونغ، وبس مشاهدة ممتعة. اوكي، فلازم نضلنا تابعينها. لازم نروح نحكي مع هاد، او لازم نستناها هي كمان تجي مشان تقدر نحكي كلنا مع بعض. هيك خلصنا حكي هون. في المكان اللي لازم نروح له هو هون تحت، خلينا نروح له. هيك وصلنا للمكان المطلوب، هيك خلصنا. فلازم أول شي نضغط هون. هيك خلصنا من أول كتاب، فلازم نقرأ الكتاب الثاني، أو مو نقرأ الكتاب الثاني، نلاقي الكتاب الثاني. فالآن لازم نقرأ الكتاب الثالث. هيك خلصناهم كلهم، خلينا نرجع لعندها ونحكي معاها. هيك خلصنا حكي معاها، نطلع 30 متر ويمكن لازم ناخد صورة على ما أظن. لازم نجي لهون، نضغط هون ومشان ناخد صورة من إلها. خلينا نصور. هيك صورنا الصورة، هيك خلصنا. خلينا ننزل لهون، هيك خلصنا حكي معهم. 400 متر طبعا أسهل شي بنعمل تلبورت ونروح للمكان. هيك وصلنا للمكان، مكتوب لازم، اوكي لازم اقتل، لازم ادخل لهون. حلو، خلينا نضرب ستارت وندخل للمكان. اوكي لازم نروح من هون. اوكي تعال لهون حبيبي، دمرناه. حلو، ولازم اغلب 6. تعالوا في صندوق هون، خلينا نفتحه. قتلناهم كلهم، خلينا ناخذ هذا الصندوق قبل ما نكمل. في صندوق هون كمان، خلينا ناخده. تعال لهون، هيك قتلناه. خلينا ندخل لهون، هو في 12 واحد لازم نقتله. حلو، هيك اي اي اي. خلينا نطلع نشوف لو في صندوق هون. لا ما في، خلينا نكمل الطريق. قتلناه، خلينا ندخل لهون. اوكي في 2 مونستر لازم اقتلهم. هيك الله الله الله، في صندوق هون خلينا ناخده من هاي الجهة. فهذا اكيد راح يطلعنا لفوق، بس من هاي الجهة. وصلنا للمكان، خلصنا هون. خلينا ناخد الصندوق ونطلع من هذا المكان. حلو، خلينا نطلع لعندها ونسمع قصة حياتها هلأ. هيك خلصنا هون، لازم نطلع لفوق نحكي مع شو اسمها، يمكن اللي شعرها موفا صح؟ اللي اسمها ياي ميكو. ياي ميكو، ياي، شو ليش دايما بتطلع على الشجرة؟ هيك خلصنا الجزء الأول من قصة رايدن شونغ.